يقدر يرفض ذلك حتى الآن. خيمينيز بيلعب لك كرة عرضية تضيع إلى سياو، متابعة إلى جرافيتي، يا رب مو مهم حتى لو كان الهدف على الأخير، المهم أن الأهلي يبقى الأول. هكذا يتحدث جرافيتي، يتحدث المجد، هكذا يظهر الفرسان، هكذا يضغطون، يضيقون الخط، يستمرون في الحصار، هكذا المتصدر يريد وليس الشعب يريد، المتصدر يريد، جرافيتي يريد، هو بالكعب وكعب عالي، هو الهداب، هو البلدوزر، هو المارد، هو لسانه النادي الاهلي المتحدث دائما امام المرمى. جرافيتي يتقدم للفرسان بهدف اول بعد كرة مرت من بين كل الاقدام، تقدم بها النادي الاهلي الى الامام 1-0. 1-0 يتقدم النادي الاهلي عن طريق جرافيتي في الوقت اللي زاد فيه ضغط النادي الاهلي وحصاره. احتفاليه جرافيتي ومن يستقبلون قبلاته وابتسامته.